مشاهدينا الأعزاء، أهلا بحضراتكم من جديد. ما فيش شك إن مصر في هذه الأيام بتستعد استعداد قصوى، استعدادات قصوى لاستقبال مؤتمر المناخ اللي هيكون بإذن الله الشهر القادم في مدينة السلام في شرم الشيخ. عن مؤتمر المناخ ودور المرأة في التصدي للتغيرات المناخية ودورها أيضا في التأثير على هذه المشكلة، بيسعدنا يكون معانا في استوديو الهواء ضيفتنا اللي مشرفانا في استوديو الهواء، المهندسة آن بولس ناجي، الباحثة في العلوم الهندسية البيئية والمشرف على الملف البيئي بالمستشفيات الجامعية. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذة، أهلا بالمشاهدين. ميرسي خالص، مشرفانا ومنورانا، أهلا بيكي. يمكن مصر في هذه الأيام فيها حراك سياسي كبير، بالأمس تم اختتام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 لرسم خريطة الطريق للاقتصاد المصري في الفترة القادمة، وحضر سيادة الرئيس افتتاح وختام الجلسات في المؤتمر. رأي حضرتك ايه في الكلمة التي قالها سيادة الرئيس ختام المؤتمر؟ أعتقد أن المؤتمر من أفضل الفعاليات اللي حصلت الأيام دي، خاصة تزامنه مع مؤتمر الأطراف الكوبتون 7 وإصرار معالي فخامة الرئيس بوجود توصيات كثمار للمؤتمر، على سبيل المثال للحصر إعادة هيكلة مؤسسية وإدارية، شراكات ما بين المستشفيات الصحية الحالية والجديدة والقطاع الخاص عن طريق حق الامتياز، إيجاد خطوط نقل، فتح الباب لمشاركة القطاع الخاص. ده حقيقي فعلا، وأعتقد إن ده التوصيات دي هتحط مصر على خارطة الإصلاح الاقتصادي إن شاء الله. واتكلم كمان في عدة قضايا مهمة، وهي مثلا الزيادة السكانية، إن أي تنمية بتلتهمها الزيادة السكانية الغير منظمة. صحيح، ده فعلا حقيقي، ومعالي فخامة الرئيس وجه له لازم تفعيل الدور المجتمعي ودور المؤسسات في الحد من الزيادة السكانية وزيادة الوعي والتثقيف على الملف ده أكتر. لو اتكلمنا عن التحضير لمؤتمر المناخ، ومؤتمر المناخ والتغيرات المناخية، يعني احنا شايفين تغيرات مناخية ولامسينها في كل دول العالم، كلمينا عن استعدادات مصر لهذا المؤتمر الكبير. طبعا وجود استضافة مصر للكوب 27 ده من أفضل الفعاليات في الفترة دي، وبقالنا أكتر من سنة بنشارك في العديد من الندوات والمؤتمرات يعني تجهيزا للمؤتمر، منها مجموعة من الحركات خاصة النسائية زي حركة نساء من أجل المناخ، مجموعة نشاطات تخص الجامعات وتخص وزارة الشباب، المجلس القومي للمرأة، العديد من المؤسسات، والجميع بيشارك من أجل تحقيق توصيات جيدة داخل الكوب. من وجهة نظر حضرتك، ازاي تساهم المرأة في نشر ثقافة المناخ؟ واحنا عارفين ان المرأة ليها دور كبير قوي. طبعا دور المرأة خاصة من تشجيع معالي فخامة الرئيس للمرأة، فالمرأة في الفترة دي بتواجه يعني بتعيش أبهى عصورها وأزهاها، أصبحت بتشارك في صنع القرار سواء الإداري أو السياسي، وبالتالي وجود المرأة أصبح شيء مهم جدا، خاصة أنها بتمثل أكثر من نص المجتمع. المرأة شاركت في العديد من المبادرات خاصة في القضايا المناخية، وبتقدر أنها بحكم أنها المسؤولة داخل المنزل أنها توعي أطفالها وتزود من ثقافتهم، تحسن من حياتهم، و بترشد الاستهلاك، بتقدر انها تعيد استخدام مواردها مرة أخرى، وبالتالي بتحقق رؤية مصر في التنمية المستدامة بطريق مباشر. حاول توجه العالم للتحول الأخضر، ودور المرأة هنا علشان هي نفسها كمان تقلل من حدة الانبعاثات، تقولي فيه
الحقيقة إن التحول الأخضر كان يعني شيء مهم جدا إن مصر تبتدي تشارك فيه، وابتدت عن طريق مشروعات كتيرة، خاصة آخر مبادرة الخاصة بالمشروعات الخضراء، وشاركت فيها المرأة بنسبة عدد مشروعات كثيرة جدا بتقدر انها تزود فرص العمل للمرأة، وانها تساعد من انها تحسن من مستواها وتحسين نوعية الحياة لأسرتها. هل للمرأة دور فعلا في تخفيف أخطار التغيرات المناخية؟ يعني أكيد كلنا لامسين التغيرات المناخية، وبنشوف إن الانبعاثات الحرارية، وبنشوف إن التلوث البيئي بيأثر كتير جدا على التغيرات المناخية. هل للمرأة دور فعلا في تقليل هذه الانبعاثات والتغيرات المناخية؟ أكيد طبعا، خاصة إن المرأة من أكثر الفئات تأثرا بالتغيرات المناخية، وبالتالي هي من أكثر المستجيبين واللي بيتصدوا للقضايا المناخ، وهي بتقدر إنها تشارك وتعمل تثقيف في الدور المجتمعي بشكل كبير، منها مشاركتها في المشروعات الخضراء من ضمنها أطفالها، أو تحسين البيئة المحيطة بها في التوعية، في التدريب، في المشروعات المحيطة بها، في البيئة المحيطة بها، بتشارك في كل ما هو يساعد على التقليل والتخفيف من آثار السلبية للتغيرات المناخية. يعني حتى المرأة في بيتها ممكن يكون ليها بعض مثلا السلوكيات بتأثر ممكن على الانبعاثات، مثلا لو أغلقنا مفاتيح الكهرباء اللي هي مش بنستغلها أو مش محتاجينها دلوقتي، ده هيقلل برضو من استغلالنا للطاقة وهيقلل الانبعاثات بشكل ما. أكيد طبعا، جزء تخفيف من استخدام الطاقة ده المرأة من أكتر الناس الداعمة فيه، جزء تقليل هدر الطعام، بحيث احنا تقريبا ربع الطعام اللي بينتج في العالم بيتم إهداره، وبالتالي ده مسؤول عن تقريبا من 8 ل 10% من نسبة انبعاثات الغازات الاحتباس الحراري، وبالتالي المرأة لما بتعلم أولادها أو بتغير السلوك ده داخل بيتها بتقلل من نسبة كبيرة جدا من الانبعاثات. هنا شايفين على الشاشة صور لحضرتك، الندوات حضرتك بتعمليها علشان برضو تنويه عن الأخطار البيئية والتغيرات المناخية. ده حقيقي، ده جزء من الفريق بتاعنا اللي بيشتغل على مدار 24 ساعة، واللي هم بيعملوا ندوات طول الوقت، تقريبا عندنا تدريبات أسبوعية، وهم اللي بيقوموا بالتدريبات دي، تدريبات عن السلامة والصحة المهنية، عن كيفية مواجهة التغيرات المناخية، عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية، مجموعة من التدريبات الكتير. وأنا هستغل الفرصة دي أقدم لهم شكر وتقديرا لجهودهم وتميزهم في للفريق إدارة اللي الأزمات عندك. داخل الجامعة. طيب يمكن كمان احنا عايزين نوعي الأطفال ونفهمهم، لأن دور التوعية مهم جدا والوعي عليه عامل كبير جدا إن احنا نوعي الناس وخصوصا الأطفال بمخاطر التغيرات المناخية. هل كان ليكم دور في توعية الأطفال؟ أكيد طبعا، الأطفال فئة كبيرة جدا من المجتمع، ومن أكبر برضو زي المرأة بالظبط الفئات اللي بتتأثر بالتغيرات المناخية نتيجة التغيرات دي، بيحصل على مستوى العالم مجموعة من الوفيات أو إصابات مرضية للأطفال، أو مجرد حتى إصابتهم بالقلق والتوتر نتيجة الحوادث أو التغيرات البيئية السريعة اللي بيمروا بيها. وبالتالي إحنا من ضمن المبادرات اللي اتعملت وتبنتها جامعة عين شمس مبادرة سفير المناخ الصغير، وكان المبادرة دي بالمشاركة مع مجموعة مدارس متعددة،
ده حوار وطني مع الأطفال، ده أنتم حقيقي. قدمتم حوار وطني مش مع الكبار، لا حوار وطني مع الأطفال، ودي ميزة جديدة جدا لتوعية النشء وجيل المستقبل. صحيح، وكان الأطفال يعني أبدوا استعداد كبير ونشاط وسعادة وتفهم جدا لكمية المعلومات اللي اتقدمت لهم، واستعدادهم قد إيه إن هم يزرعوا في بيوتهم وإنهم يقدموا حتى أفكار مختلفة ومبتكرة عن البيئة. طب والقوافل بقى اللي بتعملوها لتوعية الشباب علشان تنتقلوا لمكان تجمعات الشباب وتوعوهم برضو، ده دور مهم جدا. صحيح جدا. الشباب كان من ضمن المبادرات اللي اتعملت مبادرة مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة ومنظمة اليونيسيف ووزارة البيئة والأمم المتحدة، وكان موجود الفنان أحمد حلمي كمنسق للمبادرة، وكانت المبادرة عبارة عن سيارة من الغاز بيقودها مجموعة من الشباب بتمر على المحافظات وبتقدم توعية بيئية وبتعمل مجموعة من المسابقات والمسرحيات بتاخد توصيات وأفكار مبتكرة من الشباب من كل محافظة، وهيتم رفع التوصيات دي إن شاء الله في الكوب. طب كمشرفة عن الملف البيئي في مستشفيات الجامعية، لو أقول لحضرتك أنتم بتستعدوا إزاي لإدارة أي أزمة ممكن أو أي نوع من أنواع الكوارث لا قدر الله ممكن تواجهنا، إيه اللي أنتم بتعملوه علشان الشباب يستعد لهذا الموضوع لا قدر الله؟ مبدئيا بيبقى لازم في خطوات استباقية، تجهيز مجموعة خطط وسيناريوهات لبعض الأزمات المتوقعة. بعد كده بنبتدي ان احنا نتدرب على الخطط دي ونحط توقعات ازاي ممكن نتعامل معاها، ويبتدي توزيعات للفرق على نقط توقع الأزمات دي، ونبتدي مع التدريبات ان احنا نراجع الخطط دي اكتر من مرة ونعالج اي اخطاء بتحصل فيها. يمكن المجلس القومي للمرأة بيساعد على إن المرأة يكون ليها دور إنها تقدم حلول مبتكرة للتقليل من الانبعاثات الحرارية والتغيرات المناخية، كلمينا عن هذا الموضوع. المجلس القومي للمرأة عمل مجموعة نشاطات خاصة بالمرأة تخص قضايا المناخ، خاصة أنها أكثر الفئات تأثرا وبالتالي بتحتاج إجراءات وبتحتاج مشاركة أكثر لدعم المرأة بحيث أنها تقدر تتكيف وتخفف من الانبعاثات اللي موجودة. وبالتالي كان في مجموعة من الحركات والمشاركة في المبادرات والندوات والتثقيفية والتوعوية على مستوى جميع المحافظات، على مستوى الجامعات، على مستوى المؤسسات المجتمعية، وخرجت بمجموعة من التوصيات تخص المرأة سواء الريفية في الأرض الزراعية أو سواء على المشروعات الخضراء وكيفية تفعيلها وكيفية تمكين المرأة من هذه المشروعات اللي بتساعدها اقتصاديا وبتحسن من مستواها. يمكن المرأة بتلعب دور مهم جدا في ترشيد الاستهلاك وإدارة الموارد، وخاصة الاستغلال الأمثل للمورد اللي معاها علشان تستغله وتكون عندها احتياجاتها وبشكل يعني اقتصادي، ويمكن ده برضو اتكلمنا عنه في المؤتمر الاقتصادي في الأيام الماضية. لكن دور المرأة بقى في ترشيد الاستهلاك واستغلال الموارد ده دور مهم جدا في كل بيت في الأسرة المصرية. ده حقيقي فعلا. المرأة هي عصب البيت، المرأة هي المحرك للحلول في حال انها يتم تمكينها، وبالتالي هي اللي بتعلم اطفالها، بتقود بيتها، هي اللي بتقدر تحقق نسبة كبيرة من الترشيد، من اعادة استخدام مواردها الطبيعية. مثلا
هي هتعلم اطفالها ان احنا مثلا هنستخدم رياضة المشي افضل من ان احنا هنمشي بعربياتنا كل يوم، او ان احنا مثلا لو احنا رايحين مشوار بعيد شوية نقدر ان احنا نستخدم مواصلة عامة، زي مثلا التقليل ان احنا حتى لو مشوار بسيارة بدل ما احنا هنستخدم اكتر من سيارة نقدر ان احنا نستخدم سيارة واحدة. حابة انوه كمان عن مشروع الكايرو بايك، المبادرة ركوب العجل. اللي ايوه بالظبط كده، ده اعتقد لو كل ام شجعت ابنها او بنتها على استخدام المشروع ده هتبقى من الحاجات الجيدة جدا اللي قلل الانبعاثات اكيد الحرارية طبعا. وهتقلل استخدامنا للوقود، وبعدين حركة وكمان جميلة، صحيح، حركة ده حقيقي، ورياضة مفيدة جدا وسعرها معقول، ده سعرها حقيقي، معقول جدا، ده حقيقي وده مشروع مهم جدا. جدا. يعني المرأة ليها أثر فعال وسلوك حضاري ممكن تعلمه لكل فرد من أفراد أسرتها علشان تستغل كل الموارد الموجودة عندها استغلال أمثل، علشان ما يكونش فيه أي هدر وما يكونش فيه أي نفايات ضارة بالبيئة ممكن إعادة تدويرها بشكل نستفيد منه. ده حقيقي، انه في توجهات دلوقتي انه حتى اي بقايا من الطعام او اي مخلفات عضوية يمكن ان احنا نقدر نستخدمها مثلا كسماد عضوي للحدائق، واعادة تدوير بعض مخلفات المنزل سواء بلاستيكية او زيتية او ورق، كل ده المرأة عضو اساسي في توجيهه وتوعية كل اللي حواليها فيه. تنصحي المرأة وكل امرأة شايفانا دلوقتي بإيه؟ جون ده العصر الذهبي ليكي، تقدري تحققي كتير 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 اكتر من اللي وصلتي له كمان. صحيح وصلنا بمكانة كويسة بتشجيع فخامة الرئيس، ولكن انا شايفة انه تقدري تكملي اكتر من كده كمان. طب واللي شايفانا دلوقتي بتقول انا هيبقى لي دور في التأثير على التغيرات المناخية وانا هعمل ايه؟ يعني تقولي لها ايه؟ ازاي ده انت اساس المحرك للتكيف وتقليل اثار التغيرات المناخيه، تقدري تعملي حاجات كتير، تقدري تدربي، تقدري توجهي، تقدري مجرد حتى انك توعي بيتك في مدرسه اطفالك في المجتمع اللي حواليكي وسط اصدقائك، ده لوحده دور مجتمعي كبير جدا هيأثر وهيحطنا على الحراك الدولي للتكيف مع التغيرات المناخية. طب ودور حضرتك كباحثة في الشؤون البيئية بالمستشفيات الجامعية علشان نوعي الناس ومن خلال دور حضرتك بأهمية الحفاظ على البيئة والآثار السلبية للتغيرات المناخية؟ احنا بنعمل ورشة عمل اسبوعية تقريبا، بندعي فيها ناس من بره ومن داخل المستشفيات، وبنقوم بعمل توعية كبيرة تحت رعاية معالي رئيس الجامعة والمدير التنفيذي للمستشفيات، وبنستهدف فئات مختلفة بما فيهم الأطباء والتمريض والموظفين العمال بعض الأطفال كمان، وبالتالي احنا بنعمل توعية وبنحاول ان احنا ننشرها ونشرك كمان معانا المجتمع المدني من خارج المستشفيات. اصل ملف النفايات اللي هي الخارجة من المستشفيات ده ملف كبير قوي وضخم قوي، ده حقيقي، وان احنا نطوره ونخليه ما يأثرش سلبي على البيئة ده مهم جدا. ده حقيقي فعلا، لانه المخلفات الطبية بالذات من اخطر انواع المخلفات تأثيرا على البيئة، طبعا خاصة انها بتأثر بشكل مباشر على الصحة العامة،
بشكل غير مباشر على انتشار حياة، الأمراض لا قدر الله. صحيح ده حقيقي، وبالتالي التحكم في المخلفات والإدارة الجيدة للمخلفات الطبية والغير طبية أمر هام جدا ده بيحتاج عايز نظام من تدقيق. حديد يا دكتورة، ده عايز حقيقي، نظام من حديد، تخلص من النفايات الطبية ده لأنه خطر جدا. خطر جدا، محتاج متابعة طول الوقت، محتاج إدارة جيدة، محتاج يعني إشراف بشكل خاص وعلى مدار ال 24 ساعة. يعني التنفيذ، آليات التنفيذ ايه للتخلص من هذه النفايات؟ بيبتدي من بداية من الفصل من المنبع داخل الأقسام، وبنمر بمراحل النقل والتداول السليم بشكل سليم، المحافظة على صحة العاملين أثناء النقل والتداول ده باستخدام مهمات وقاية مناسبة، عمل تطعيمات ويعني كشف طبي باستمرار على العاملين داخل الإدارة، إدارة النفايات. في الآخر بنبتدي إن احنا نشرف على غرف تجميع وتخزين النفايات دي، ثم في النهاية التخلص الآمن والسليم بشكل جيد من النفايات. عموما دوركم مهم جدا لصحة المجتمع وصحة أفراد الشعب المصري كله. أنا بشكر حضرتك لوجودك معانا النهاردة، شرفتينا ونورتينا، وبالتوفيق دايما. ميرسي ألف لحضرتك شكر. جدا، شكرا. نهاية اللقاء بنتوجه بالشكر لضيفتنا المهندسة آن بولسنيجي، الباحثة في العلوم الهندسية البيئية والمشرف على الملف البيئي بالمستشفيات الجامعية. كل الشكر لحضرتك، شرفتينا ونورتينا. شكرا ليكي، شكرا جزيلا، شكرا ميرسي. ليكي. مشاهدينا الأعزاء، انتهت حلقتنا، وبإذن الله نلقاكم على ألف خير في مثل هذا الموعد الأسبوع القادم. حتى نلتقي لكم مني ومن أسرة البرنامج أجمل وأرق تحية. شكرا لكم وإلى اللقاء.